لماذا عرف سيخ فينش من يعني شك؟ اسمينو البوجوفي أحمد دريس مسعود خرقخ ذي تشار إبار بيعن ذي ذقبيتش نياي تسعيد قوارف 1945 رخا غاري المدة 36 سنة نشد هولندا ولكن قبل هولندا كي خيجا عام ونص ذي فرنسا في اسبانيا ذي الوقتا غاري أربعة حنجيرين ذي جو حنجيا تعيش خلال كوتريخت أندور غا المرحلة نضمزي ذي المغرب مجا زدغذ ذي المغرب المرحلة نزديت أولا أمي خرخخ الوالد هاجر الجزائر ونعيش دي نيغ الوالد شي تشا قبر يغا خرخخ شيرو على الجزائر من بعد يعقد من بعد نعقب دي قوارف 1945 ولكن دي النهاية 45 شاتشي غادة مزيان عم نتعود الوالد الله يرحمه عيش خذيني زي 45 57 لان ما مش تسند ذي الجزائر ذي الثوره 54 57 ذي 57 شي زيار حال لان الطاس زي العائله النخشر انت شاد جاهد دي تحرير الجزائر من بعد يفضل الوالد حما غن انا عقب غا المغرب واتشي غنشين ولكن تيم غارين العائله النخ نسد غا المغرب ولكن تشي العائله تعقب نشين نقيم ذي المغرب زي 57 ذي المرحله ومريض جمدي الجزائر مجد زدغم ذين ومريض جيل عدم زيان شان زدغ قيش تندين تقانا السيق 55 كيلومتر في قوج العاصمة ووهان لأن ووهان تندين تمقران دي الجزائر الوالد شي خدم ذمصو دي ساعة تني نش المعيشينو شات شازي 45 تقريبا أرمي 53 أذفخ غال مدرسة دي الجزائر دي سيك والوالد الله يرحمه شي تفضل حما غاد أذغاخ تاع عرف وكي حغبو غاد فرانسيس وفعلا غريخ زي 53 أر 55 بالنسبه للسكنه راح حاجه نقيم ديال السكنه نعم. مجد الداثير اللي زدغ ميرو سداد دي شان زدغ سداد في الوقت اللي شان شارة رشرة دي ساعة اني شوات شي بونا مشارة سداد ولكن شارة ربيتك الجيران مارا شغاخ اشتدات تمغار دي شان تمنية ما تسعان تبيوت وغاخ دي سداد اني غاخر مراح ذا مقران إذن الوالد شغاس إيجي تبيت ذا مقران إزدغ ذاي سنتا ذي جنش بيت دم زيان إشعارث ذي تدافني من ينزدغ نشين نشدي يثمع شحار يدوني رزدغم ذي تدافني أمدش إني خذيني شن نار بعن شو شونة النغني ولكن دايسن إغابيين إريفيين دايسن إجزائريين ولكن نشين العائلة نخ شم تكونا غنش ترثين يثمع ذي جموش من نغني ذي الوالدين الحي ميرز دغم مش جاي الحي لي الحي الحي قناس مدينة الجديدة مدينة الجديدة وهو غي تسمى ذي الجزائر ذي المغرب نهارا وهو حي شعبي لأن ذيني ثاندي ثماني تيرين إيروميين لأن الجزائر شذيس الاستعمار ذي ساعتني ذيني الأغلبية ذي إسبانيا ذي فرنسويين ولكن شين شنزدغ خارج السنتر لانتندين شنزدغ ذي حي شعبي أم الأحياء الشعبية في كان نهارا السندي المغرب من جذي انتعفن وندي الحية من قاعة الحقيقة من جذيني وهو الحي ذي شان جمارة تزداغ وتيحونا تيم مزيان لنا من قاعة نهارا ذي المغرب البقال ذا مزيان وذين بو شانش حاجة ثانيني مرخص شانش حاجة التعزوز ولا بدي خصي توزر ارثان دينت جل المسافه مزين ساعات مبرد خضان اذا دان ديد ميرد صدغم رجا جبو تندين تمقران دي ساعة اني مشادين صدغ نهار تندين تمقران ولكن دي ساعة اني غوميسين دنو يوانشين دي 57 شاديس تقريبا شان 35 ارفي مزدغ اذا شاد شاد تندين على حسب الحجم من ساعة اني شاد شاد تندين تمقران العائلة نون
يعني جديس الوالدين كنيوها رجدود رعمام منين يروادين جينش؟ لا لأن جدين الله يرحمه جديغ وميخرق خنشي قمو دي 45 والوالدة من داشتني شي هاجر زي زقيت سايد يروغ الجزائر والعائلة الأغلبية العائلة شاد قيم ذي قيت سعيد وتوسيغا وينات لأن حنا وخاست عرفة خرميد 57 حنا ثانية الله يحمو أرميد ناقو هذه سنخ حنا غي سنخ عمومي غي سنخ تصل العائلة سنخ بعد 57 قبل 57 شو واتسين العلاقة مجد ججارش للوالدين ذي المزي العلاقة شتشغ علاقة تسبحانت والحقيقة تتمني خذيرين العلاقة يحنجان نهارا أم العلاقة شغاخ نشينك الوالدين نخ ولكن دي العلاقة نخ مع الأسف لأن نش أميث شغاري 7 سنين يثموث الوالد الله يحمو 7 سنين تمزوارو تشتش العلاقة تذلم ليح ولكن بعد الوالد المكتل الوالدة يوقع عجل الفارغ ذا مقران نقيم أجيج متشمثنا إجا عام ولكن دي 54 نهاية غنى 54 يعاود الوالد المراش إيوا قد سند بنادم خمي تعيش مرا الوالدة غتيري العلاقة ربدا شوي ناقصة والعلاقة ينشق قياش تماش سوش تماش مش رجع العلاقة إنو غاقية ثم ذي السماغ ديما شاتشا المليح وغنهارا مليح شاتشا العلاقة لأن ويمكن أن تحسينات العلاقة نخ شاتشا حسن زي العائلة في تشان عادية لأن خميغا الولي مرد ضيع ذي جن زي الوالدين نش يتوقع يجن لين يجن ما حيب بشارة ومش كذي ثماش لأن تفقدم يجن حاجة وغاهم ثقيم خنين تارا ما حيب أني غاوية ويا إذا نعيش الطاسة قوية ويا دورينش ذي العائلة مش جيد جا الحق الدورينو غم أم الأدوار نكوري جندي العائلة شاتشيخي جندي العائلة نشدي يثماغ شغاخ العلاقة ذي المليح نتعاون يا ويا ونخصن شي تعاون ونغني شو غريبوش ندور زعما احسن زي 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 دور نيت من نغني ضمزين شمر خصها توصف مش سعدي تمزينش تمزينو الحقيقه وتسعدوخ بو مركا الدور غا تمزينو وسعدوخ بوش تمزيد المليح لان النغاش سعدوخ يجن 7 سنين عيشخ أقل الوالدين المليح ولكن بعد ثموث الوالدة شاتشيخ ذي المدرسة وحسن يقصح من غاد سيورخ خل المرحلة النيغ بعد النيغ الوفاة الوالدة عيشخ يجن العيشة شوية قاسية وبالخصوص من بعد لأن زي 53 أرميد 56 شقاخ جيج المدرسة ولكن دي 56 بعد الثورة للجزائر كان فرنسا مارث بلع المدارس العربية وذا خيقين بويناث إذن مارث ذي الحياة نوش غريخ 3 سنين ولكن المشكل شيء جان وهو دراسة اللغة العربية شواهد شي ذي الجزائر أرميد نعقب زي 57 غال المغرب عادي كوماسيخ ثغري ولكن شيء عدو يروق إذن دي الجزائر مين غريب ذي الوقت نين؟ غريق ذي المدرسة غريق قبر شوي ذي تمزيدة ومشت شيخ ضم زيان ولكن من بعد الوالدي فضر باللي غادي يويغ المدرسة اللغة العربية بذيخ ذي المدرسة ذي 53 54 55 ولكن البداية 56 لأن الفرنساويين شتوران المدارس اللغة العربية ذي شتم ذي السبب ذي الثورة للجزائر وذي 56 بالعن المدارس شي صغر اللغة العربية سكور شي ونخسن ذي غان يخسن ذي راغا غال لغة فرنساوية ونخ ذي راغا مزيدة إذن شو يغد عام ونص زي البداية 56 أرمي 57 مبراثي غريغ ذي شهر 7 ذي 57 إذن أقو حغا غال المغرب وبعد العطلة الصيفية ذي 57 وذفق ثانية غال المدرسة ولكن شغاري غيش تأخر الطاس وخاغري خذيني غيش عامين وشو هاتي بو النتيجة أحمد ذاني غازة وميري تجيد عادي الجزائر جديد دمزيان رغاك يمدوكار ذي الحي ذي مدرسة شغاري يمدوكار مغاغ دا كيسن
رادي حي رادي المدرسة رادي ذي مكور أمشان وفعلا نساعدو إمدو كارينو غنهارة فكاغثن دو تفكاغ الحياة الندين نساعدو لأن ذي الوقت النيش هو غاري شوى السنغبو ما أحسن زي ميش السنخ إلا وهو ذي الحي الندي دي ميغ ذي مدو كارينيش السنخ شوى السنغ حد بارغ الجوني حقق روخو مع ماس الزري تنز وقينا روخو غير دي 88 دي 88 بعد تحسينات اللي شي وقعن جا الجزائر المغرب شي وضخ ديني غي جنسي مانا غي وضخ غاديني زري خي وذني وفعلا تو سيدي المفاجأة تم قرانت لأن وذن شجيخ ديني غاسن 11 سنة 10 سنين 12 سنة وفي ختن راني ثني ذي عيزنا منش ونفكاد ثمزين فكاد كورشي ولكن مع الأسف التاسي شادين من الفراق جاري داكيسن جاري داكيسن شو وقت بنادم يتفكا غا الشباب النس ولكن يقصح ما يدور التاس غا الفا وميد غاد دورم زي الجزائر غا المغرب ما يتزدغل اولا نزدغ يجن تنين مثلث الاسابيع ذي قجدة من بعد نعقب غا تشارنخ ذي تشار إباربي عن ذي ثقبيتش نعيد سعيد ونقيم ذيني نتعيش ذيني الوالد يدور غا الخمس الناس أم العائلة سكور شي غا فجاح جديد نخ الله يرحمه شي جغد ثم مواثن فجاح شغاه ذين تدعث فداش نصدق ذي سخو مزوار ونشين ذا عمام يثنخ ولكن ذي 58 نبضام كوري جيني قاث الدعث نس وحدس الوالد الله يرحمه قاث الدعث نس وحدس شنصدق ذي الدعث ماشي قاث الدعث نس ما توصفه شويت ثلاثة توصفخ لأن ثلاثة نيغا نهارا موجودة ذي ساعة نيغا مثوذريني شيء كان ذي الولاد شغاخ ثلاثة ذيس أربعة انش بيوت بيوت دي زيران البيوت يتشيني غاشي شغاخ معروفين ذيس ستة سبعة متر انتو زقات الميتو نيخ الميتو ثمانين اثنين ميت انتيرو لأن شان تسقف سحنايين ويناد وازم ما تقدر بيتيرو يتس لأن واتي في البوث احناش شيء كان تم قرانت من بعد انتك غاني من تك خاص شعر في بواجاتين عاديين واتشي المهم واتشي تدرين ننهارا إلى غام ديس شن تفاوك في الومان تفاوك شوغا خذي الشاغ تفاوك شن سروغا القندير القندير نجيجاز من بعد أمان شيء قوش نخاق مرخصة حتى يمذ جات واحد الدورة انت يمدي قذاح غيور مرة تخسد حتى يمذ غاخيج المسافة تقريبا تسعة تواحيت تسعة الدورة لأن شان تمواث النيثو ستة مواث مذراع أحمد تاحذ ولان الشجار بخش حانش تحت يمغد ولكن من بعد شو هذا تجي الوليد هذا حدا يمغ لأن أبرز ضم زيان يحصار والأغلبية والطاقوي حقيقو ذا حني تعزنا يقبرد ومتغد دورة زي الجزائر غير المغرب اش حرج غاك ذي العمر؟ شغالي 12 سنة وشي حاجة بالضبط دورة غير المدرسة روحني؟ أمدش نيخ دورة غير المدرسة ولكن على حسب الوقت 12 سنة ذو زينا ذي قيمة ذي التحضيري وازم ما ذي قيمة خذ عذوخ غا الابتدائي ذي ساعة نيخ شغطس إضيعخ غريخ يجي عام ذي المغرب ولكن أقول قالوا ذورخ تأخر غاري وذا يجينا ذا ذوخ ذور غا ثمزيدة غريخ شوية ذي ثمزيدة غريخ يجي عامين ذي ثمزيدة ومن بعد مين دي تحت خدمة؟ من بعد روح خذ خدمة خامن الشم أمي يثمان الغني مينش خدمة ذي؟ الخدمة شتعاون خ الوالد ذي فجاح تعاون خ ذي المسائل نغنيغ من بعد تانية فغخ زيت شار روح غايج دريوش مرة تسريت ذي ساعات ان الدريوش شي تشاغ لأنه من عقو حشا المغرب شي تشاغ مستقل ولكن دريوش عاش ذي بعض المستعمرين غاد شاثا مواث غاسن ديني ويناث الوالد شي من ذيني ثموات سوزين خيج أورومي قانس خيس خوسي غرينانو ذا اسبانيو ويقيم ديني خيسو غرانانو غرمي ذا 1963 نيخ البداية 64 واسين بالضبط نشان خدم كيس ثموات وقزين خميتيري غاخر خدمت قا خدمخ ذي ثموات شان من العسوزين خمي وغاخ تيري خدمت خدمه غا حد النغني مش جد جل حالا نون زي الناحية نظن عاشين دي الوقت
الحالة انت عارشين سنين لجنت، ولكن وغاخ نشين وغاخ جنت قليل سوى مرة زرت انت غايوذان وثنيت بالنسبة 12 لأن الوالدي شي كلفن سكورشي سوى مرة غاني نتعذى شانج حاج جدي ساعتني بنا ذمري وشاس الوالد دورو دورو ذا شيء شذا مقران المثال شا غاني نغذ ذي نهانش حد مرة مرة نتعياح خني تتاخذي غال الوالد الله يحويتي شيء دوروني خني تسوق شو تسوق هذا وخ الحوايج ولكن تحق شيء كذا ذي الدري وشي جن سينما نتاح ذيني شنت فارج دي سينما ودبيش تدفخ دي ساعات نمر واقوي خاص خارق خسر 3 فرانك تسبانيوت 30 فرانك النهار ايش تدفخ غا سينما سينما معروفة ذي الدري وش مارا اني شدي نزدق سينما شقا سينما وميرا تخدم الدير وقت اني زما توصف النهايش من جديس تقيد نيغاش تسمى الأغلبية نوسان شا خدمخ أقل والد ذي ثمواثة شيء من عسوزين ولكن يخمين تفغ نخدم شا نتفغ ذي الوقت النيغ دريوش دي ساعتني شا تعران رقتن شا تحرق ذخ رقتن رقتن شا نجمع سو كيلو البداية نشقتن مراغان نس رقتن نخمي تيري أرقضم زوارو تيري عاز شوي ذا زيزاغ ذا مليح ولكن خميتي لي غنيها هي ومرقض النص تيلي يوزغ سكورشي داكور مارا ذي شوك ظن مارا تخدم الديني نهار طاق واحد يفسنش مارا سي ذمن وما يتصور شي غير نشي دي ساعتني شغاري 14 سنة ولكن خدمت اني شا خدمخ نهار وازمات يخدم سيمتين ونهار وازمات خدمخ لان شا تشغل اخت الحقيقة شا تشغل قصح خدمت اني وش انت راه ديرو وقت شهان 8 تاع رانيباون تاع الزبوار المهم شات شي اخر خدمه خدمه تقصح الطاس وبالنسبه غيني مزيان زعما نعد بالطاس مرميد بالدمر خدمه ذاك النهار نهاية شان بدا الخدمه خميت غاد هاد فوق وانت وانت بدي احمد حموات وضغط وضغط ذي هاد فوق اتيني زي زي ثيورين تفوشت رغتشين تفوشت وش هذا الشيء مال ذي شان سبعة نخذي شان ثمانية نهاتي لي ذيس 12 ساعة 13 ساعة تاع يحد ذيس ساعات نختنين إنها إذا نشكو مرد جيت شبع دام زين روعك بروق تاع رحلة ذيس ذي رعب رجعت خدمة ذي بدأ وكان يمكن هذا الشيء نخرورات وات السنة خل ميذي وضح 20 سنة من ويقال رورات ذي تيران الشباب الشباب النهار غير نهاري تورخ رورات من تيرات رورات ولكن مش تشيخ دام زين وازرخ بورورات شو غريب الوقت غير اخ نغزي غاغ لان حتى الوسائل انت لا شواجي شواجي التلفزيون شواجي الراديو عقر خال نهار ام نهار اول راديو يشغل والد الله يحمو يسغي دي 56 ديال الجزائر اخمي صغي دي ثدات واتشي صغي دار الراديو ومن صغار الراديو حما غتحس ديال الراديو غادي يسوني داش غيا كبن غادي يسوني داش غيا زون الموجه 8 التوساغ شو هادشي غير احد هو واش غات تسمني غات من عذر موجت ذني دو السندري الاثر ماني دو 20 عام زعما شعر حد ميمي لان الوسائل التراث 20 عام عاد يسنخ منهم يقان تراث خميس عارف يا حنجان تيرانا قويه ويا لان نشين شماره مراغ في الوقت اللي جاء 45 53 ومشى دا الوالدة عاش وخانت بنادم يتيرا ولكن اك الشباب النخ نيشان تيرا في بولاثين اكيني مزيان نيخ نتيرا انت شان تيك الطونوبين زي السرك انت تيك الطونوبين تزروا ناس نيخ من نعرف فجعرات بسكليت انت كدا يساك الشوط خني تزروا ناس 3-4 كيلومتر نيشي تشاغ رورات رورات نيشا تشاغي تسمى بالنسبة لنش الخات واريخ تني واشي ذرورا عشان الطاشة تشاذا الرياضة نختز ربنا ميشدو قوسيخ في النساء واني جنش حاجة وشو غا خبور رورات اني نتو يتشان ذرورا خمسني النهارة غاس هدف تعليمية تربوية غاس هدف تعليمية نيخ هدف تربوية نيخ هدف تيري دي ذي ذي ربيت لأن نهارة مرا غزاق ثاوينو غاس من دي غيرا ذي ربيت نشي ربيت اني ذي ساعتني ما نيشان زدغ ذي الجزائر شو ذا خيتي كذ ورا ذي سنطستاك عادة ذي سنيرا لان ما تصورش غيج نتبيت وها وش هذا ذا سي غا السم ودا سي غا السياد ودا سي غا جمع دار وظن ذا سي غا جمع الكورشي نيج نشواشون نستنخ سبعا نيوذان الا يضس شاع خميت كوادر وقت يضس انت غايش تبيت الشيشلات الوالد اضافيه احمد يسنتش دي حنجان
أن نقرأ غير الموضوع أن نظني تهمان الدين بالنسبة للدين من دوري الرغاس دي الحياتين شو مريد جدا مزيان. أولا الدين غاسي جن دور ذا مقران لأن شنهاو مدكاخ وفيخ الوالدين نود ذات شان زمان وبالخصوص نهاو ميعزم خطي الطاوين نو ذير وقت نيش هي تساغ دارن دان ذير وقت نبذو ذير وقت ندلاع ذو بتيخ ذو ذير ذو ذوينا ثني خني شغاسي جن ديني شغاخي جن المسألة ك ذمزيان واسينخ ولكن من شاسنخ وهو أرندان الصلاة تواريخ الوالدين ذات شان ربدا تواريخ ولكن دي أرندان غاسي جن دور ذم قران شان زوم ذيم زيانن غاح ما غانيني غان كاغا كيسن صحاني غان كاغ غان مغابا كيسنش ذي طبراني شايد جان لأن شايد شان المسائل التاس مفقودة حما غانيني المسائل شان تدي أرندان شوان تنت تربدا خني بنادم يتزوم مضغيا حماغ وخذا مزيان باب 5 سنين 6 سنين يتحاول هذي زوم وخان هذا زي راح ما غادي يقيم غا تبرني غا عشيني غادي سوثا حريات هذي شلن تدلاء هذي شوينات لأن مروا زوم تغيميد على بارا وتغيميد غا تبرن وينات خمي فارق رمغا بالنسبة ثانية وينات نغاش الوالد شاغاس شيت شام تشبت شوية السدين و وشياري ثانية شغاس يجوم دوكر نسد رفقي طاف ذي الشارع شغاس الزمان شغاس غات ترباد يعني في حونا تيم زيانين يخدر بيوت تيم زيانين خنيت سكنخ صغاران الشهر خنيش تاخذيني قاخذيني غريخذيني اجد شوما 7 شهور ورفقيني شغان جاغ الله يحموني الله يذكره بخير ولكن الأغلبية الله يحموش قانا السي معروف ذا الجزائري شيء كم تشبت الدين شو خاغا خاني نذي مزيان السن 5 سنين اني 5 سنين خمي تاكو هذا الجمعة شيء فارض خاخ مارا ادنس سروضو نخ ذوارو دلمليح شاذيني شتمزيد الخطبة شيء تاوي اخن زاد شاذيني انكم اساغ الاغلبية اني غيرين غا السي معروف الله يرحمه نيخ الله يذكره بخير وازم ماشي نيخ دي ساعتني ولكن الاغلبية يمكن الله يرحمه شتشا غيش تنزي الشروط تنتغري ولا بدا غير ستحضر ذات الجمعة إذن الممارسة الدينية غاري بالنسبة إنش تبدأ تقريبا زي 5 سنين تساونت وبالنسبة للأعياد الدينية تعقرت شوي خير عيو ذا الأعياد الدينية شغاسني جن الدور ذام قران بزاف وبالخصوص لأن مع الأسف غنهار تفكاغ الأعياد الدينية شي تشان دي الجزائر ني خاني ندي ثندان في مقرانين دي المغرب لأن مع الأسف نشي ندي شورة النخ وان تحتي في البو وان تحتفل سلعيد كعيد ولكن الأهمية ني شو غاز جي وذي ثموات دي الجزائر شادي كونات بالخصوص العيد المولود النبوي تغيمان تقريبا زين هان واحد ذي ربيع الأول نثني تحتفل ارن هانت ناش الاحتفال ني ربدا زير عشاء تساونت تفخن مجموعات تيم قرانين تزهيدن دي الشوارع خنيش هادشي خدام مزيان مارا الوالد نخ وما قران ربدا غي تاسن دا الزون خفيش تعجيبه هي وين الشعار ثني شقان تزهيدن ني شقوا خاكي سنت 10 يوم شت ممكن نهار تغيمال مارا غير 12 نجير خنيش تفخا كي سني تسدو مي تاريي وش تعجيبه يا وين اثني وثانية ديارندن شغاس العادر يمكن قدر هذه المغرب زريخت غادي عزو 12 نجير تي تفدوني سكاني وذان سطنبور ني وين اثني ذي العيدة مزيان ذي العيدة مقران ثانية تشال الاحتفالات شتشال الاحتفالات ذوني شي تشندر عيد لأن عياد شان تراجات النطاس لأن غطاس نشحوايج وان تزارض بالنسبة إيواروض تراجي ذي العظام الزيان وبالخصوص العظام الزيان بعد أرندان إخر عظام قران لأن ذي العيد النيغ يساغش الوالد أرود جديد يساغش تسيرات جديد يتشاش شمين زي غتقد خلني شاغ آخر عيد ذي العيد لأن العيد نفرح كعيد ولكن فرح يخفنك كتار لأن انت بالدار انت كورشي شاذوني شاغ سيجن إيش الدور ذا مقرن ذي ثمزي واتشي يمكن واتشي غانش ولكن غا ثمزي الشباب سكورشي لأن شاذين شترازي شتنش حاجت
لان شتي الشراكه تصنج حوايج مفقوده وانزار ذي الذي نهار نشهد خنيش نترجى غطس العيودني. بالنسبه يرمرش واش تزوج ديال المغرب قبل ما تصدها هولندا؟ المراش دين مرحلتين، ولكن تسورخ المرحلة الثانية لأن نشنا عميدو سيغا هولندا فعلا شا مرشخ، ولكن المراش نيوا وايتو دين المغرب. دين المغرب من بعد وسيغ دا دي شا مرشخ أول المراش مرشخ دي شهال نتمنية دي 1964 ورمراش ني يقيم 1966. مرد عقرد خير مراش ني دير وقت ني وش كي جي خضان ضمغاث ني العادة الوالدين يقاز ونخدم غاد دير وقت ني يقصح ماذا شي ني خماش تمسانيشان لأن مسألة عائلية، ولكن يتسمغ التصل شادين الأسباب. السبب الأول وهو عمداش اللي غنش الوالداش الله يحمو شاد ثموث ونشيو ضخي جنسين ذورخ غاري بعض الشروط ذي الحياة نورة ذي تدات على سبارض بنادم يكون مصير تسنخ في النس ما ركو مصير تسنخ يخفينو تقيخ تتاخ بعض المطالب يمكن واتشي واز ماذا ينتلبان ذي تدات خني تخص المشاكل الوالد جا ثمغات الوالد ذا الوالد خني يخذع بابين نشرخا غا كان يني غطاس يخذع يلا يمر شيح ما غاته هتستقل هتستقل شوي زي انت غادي يفعل راح ثم يا اذا زوجني ويتم شايف شر الفكره احمد تسلغا هولندا مرميش تضرب جي في احمد تسلغا هولندا الفكرة تضريد قوزجي فواتش أحمد أسغى هولندا أحمد أسغى الخارج دي النهاية 64 بعد المراش اللي يوقعن شغاري بعض الأصدقاء إنو زي العائلة ذي الأصدقاء شات فكان أحمد أدفن غال خارج لأن شغا خيجن زي تشار شايوز دغال خارج كذا غيج عام ونص يعقب دوم يدغى يعقب نتوري بالدر الذي تصرفات الناس راه قومبو بالناس راه وين هذا وني داخل جعلنا حما غنشينا نفكر دي انا غا الخارج وفعلا دي شهر بعد 1965 نتصل لك جن دي ساعة النير نسيت تسريح نروح غال الجزائر نسيت تسريح دي الجزائر لان الباسبورات لان دي ساعة نجوا ما تسيد الباسبور زي المغرب خنوح غار نسيت الباسبورات زي الجزائر. من سبب ذي الوقت اني ما تيسي الباسبور ذي المغرب؟ والله ما زما ذا شينيخ لان الاغلبيه احما تيسي الباسبور تاسي شتان الوثائق تاسي شتان المصاريف تاسي شتان وينات خني ذي ساعات نشين نروح غا الجزائر غا شي ذي نقيج القنصليه ذي القبه ذي الجزائر نروح نستمع سبعة ذنخ نروح ندفع ذيني دي شهر أربعة دي 65 دي شهر سبعة دي 66 نسي دي شهر سبعة دي 65 نسي الباسبورات سنين زواد غا فرنسا. من الهدف من جات راجب ومن غادا صدغا أوروبا مين شات راجي خمن داش النيخ لان نزرار بعض نيو دان شاو سين دغا ذاغ نزريثن بالدران نزريثن غا سنتين عاشين تيني شاو شان تحدا جران شين نزرا غانيني الهدف النخ احمد ناساني نيغ ما ميدنو سا غاذا وهو ان حسن الوضعيه النخ تحسين الوضعيه ذي نجان شين ماديا ومعنويا لان الحقيقه بنادم شاغ تزديغ شات شوا وهاغ اتصل المسائل شات شان شتشين غاخ مفقودة خنيش أنا عزوز عما غانيني غمارا نوزدغا ذا ابن ذم هذي يخدم عامين ترت سنين هذي كتدات هذي كتين عاشين هذي عقب هذي يخدم ذي ثمواثنس من بعد اني غاش نوسد الرحلة اني دنقاغ ذي شهان سبعة ذي 65 غاويناث شان نجمع شان تن عاشين نخش دغا الديوان نبني صار ذي ساعة اني شمال غاك تين عاشين تي غابيين من عند تنتغاك شنت شتاوين ممنوعة تسوف تين عاشين تي غابيين شغاخ سمي زيد غنزواغ صعب عايد نخ ولكن اشتاني مدو كان نخ من عمتن كسنا سنتين عاشين يدور غاخ المشكل لان عاشين وضغطي كويضنت
رغم يمني ولكن ذي الوقت نيش كان يوزان شقنا تيري قناص ربوشتا شيء تسد لأن ذي ساعات نيش واتشي بول بريدة 26 25 عشرين خنيش تسن دي وذان تسن دغادا قوان خل عائلة نيخ فاميليا تيش دا 26 إيكي تاويكيش 10 ذي ميح بذاش انتي السيوز غاث مواثنش نغال عائلة نش يني نفس يوذان نيش هاد نمس القاذي نجيجن ذربوشتا ذي مريج انت داخ دي السزوان نزوا دا كيدس يعاون لخصن عاشين احما نقيم ذي الزوبانة النس دي المستقبل لتفنسكا ياسين تا يسزوا ياغد نيوذ دا غا فرنسا وميد غنوذ غا فرنسا المادة كمر نقيم نخدم يجن نابع ايام ذي بريبينيون وميدين غا نخدم غايجن سيد دينيغ سيد دينيغ يناش قاغارين خمسين جيجن ويخذارين اش حما كيسقي مخاد خدمخ ولكن يمدو كارينو ناش اما نقيم مارا نخانو يوم مارا وفعلا نو يوم مارا سنيغ وميغانو يوم مارا نسد غار ليل ذي ليل نقيم ميجن سيمانا مثنين فعلا تكاخ اخذينيغ ام القاسم ازيخ نختبار شانت لان 22 والو المسائل والو نو يواد غايج مشان قناص ليبركور دي كارفن غا المينن المينا دي ساعتني شوا دي المعذن شواتكم شوات السيدي بوي خدامن نقيم دين غاربعة دي نيوزاني دي نشاديني خدمن قين دين خير خيار من بعد ثوسد الوقت زي غا السيدي فني خدامن دي شهان تسعة دي 65 ولكن شي تشاغيج نشرت حمد تفض غا المينن نتيريث وزنت كتازي 55 كيلو سكنش لا فيزيت خصحت النشط كل شيء ولكن اجت نزي الشرط تريث وزنت كتازي 55 كيلو نهاومي ذا غاوزنن ثناني مدوكارينو ويند الميزاني نش دي جوم مدوكارينو شو يغدا 54 ونغني وي 53 نانا شيخ شات رجام يجن السيمانة عادي غف ولكن شيء تشاغ مليح لأن مدوكارين نخذو خدمن مراغا كان مدوكارين شي خدم خمي غا يخدم تيش ناس الدار ايوا نقيم دينا كي مدوكار الاخر ميثيوض نعاود ثانية خسيمانا اني نعقب غاسن يسعدو ياخوض بيبني نشرخا لان شات كان محتاجين خدام كوما سان خدام ديني خدمة ديني زي شهر تسعة 65 اشهر ستة دي 66 شغاه كونترا عام نكمل كونترا اني لان شهرين تيش ناخد العطلة روحخ غال المغرب السنيغ ومدغا عقبخ ذي شهان تسعة ذي 66 وعذو خبو غال مينو وسيد مباشرة غا هولندا بالنسبة ومدغا ذاس غا هولندا ذا ساعات تم زوارت مش ذا شتو سا هولندا الحق خاش غالي شوي التصور خاص لأن شاخذ مخ عام ذي فرنسا وثانية نهام يدوسيخ وسيغد أجيجن عزيزي الله يذكر بخير غار خا قدي المغرب المولد نشد عزيزي ذي جنسي دنغني عزيزي ني واد يوسي غادي يخدم ولكن يوسد دي ساعات ني غا أحمد السارة هولندا لأن شغا خذ العائلة بالنسبة لهولندا ذي ساعات ني قصد زي باري غا أوتريخت ذي أوتريخت شغا خذ العائلة ولكن نظر نشين شوانسين ني وض غا دودريخت نظرا ذي دودريخت نتغير تني ذو أوتريخت ارمين فرز كوستانسيون بدا نتسارا نتسقساخ العلوان عادي ومي دوك شان العلوان انا شلا قات دوتريخت خصها تحم غا وتريخت عادي نعقب غا التران اذن وسا غا وتريخت وفعلا دي ساعات ني شات شا الحقيقة فاز ديخ مارد بينسيون شات شاغ ستة سبعة نيوذان دي جيشن شبيت ربيت النهار بعد ذي عبعة شات تنديس منيا نيوذان الماكلة شتا كوزينة تام مزيان مكوريجن إذ باز جي في النس ولكن شين مهم شتا شوي العائلة شان نصدقها قوية وياغ نتعيشها قوية وياغ نتق مامي تجميع إذن العائلة شي عاون دي دوار ذا مزوار شوي ذا العائلة ولكن شذاغي جن عزيزي الله يحموز كيسي جن نيجن شهر ثلاث ديغ دي ساعة النيغ شهد سكوة 25 خول دي إقامة وامداش النيغ شهد ستة سبعين يوذاني كتتصند دي جيجن شبيت الخدمة دي ساعة النيغ شهد موجودة ولكن المشكل شغاخ وهو بنادم حباغ دي راح غال بوليس
يخسدي الساعة يجي 500 الخلد الضمانة ذي ساعة النغ وخلع إلى غش تعاون ولكن الضمانة شو واتفذ وذي ساعة النغ ذي ساعة النغ عزيزي نشد يوسين تاغي ذي ضمنن غار بعض النيوذان إذا يعذرن 500 الخلد النغ ولكن قبل زغارة غاضر 500 الخلد النغ أحمد كوماسيغ ذي الخدمث قيمة خيجن سيمانا نختنين برا الخدمة دا وشغالين مشكل لأن نش شوشار يخر سميق ذيك بينسيوني فاميليا شاك التاريخ تفغى سباحة تخدم خميغة تفغ وزماج دين الجن لأن غاش دين يف أورومي غي سني لو تختيس هذا شي السفغ خني شاك تفغ خران شاكيسن غا السباح غا ستان السباح تفغ تغيمي خدي الزناقي الدوريخ أرست سبعة وعشية عاد خميت غياك وحني تغياك وح وغساش كما تصور شيش كي جينا تيري بنادم ذير وقت اني وايسين اللغة وايسين تمواث ذي قيم قعن هانتي الدورة ويجي المشكل نغني خسوة تاك واذ قواد غارة قواج لأن مالثو ياد غارة قواج يمكن هذا شتو داث الداث واتي في ماني ماني غاث كذ خني تفكاخ مسكين يجن سيد يجن نهار شاتشا شوين تصمد قواغ تاحت سغدي الزنقش هذين يجن اشتحانوت ماني زنوزان بطاط ساك خنيت وراي مسكين تذغابي توري تحت سغد واسين ما مشي راه غتخفي السيد فايغ يختخفي القهوه يختخفي بطاطا يختقيم دينا كيدس خني سيدني تفكات لان الوقت اللي شمتي محتاج الطاسي من داي الخاذا يقادي السيد وزي ساعه اللي تفكر غزاخ اللي خمي غزاخ جوزان دي تسن نهارا تفكر دربدا غير وقت اللي قاس يمكن خميت وري شان يجيني محتاج قاس ولا بدا ذا سيكي خرخا لان يمكن تيني محتاجه منش ذي الوقت اني حاج بالنسبة العلاقة ذا مزواروث إذا جيدا جي هولنديين تعقرد مرمي وقع منايا العلاقة جيخ ذا مزواروث هولنديين جيخ تقوارفو 966 سميزي تجيخ لأن نغش وميغا جيخ خطسخ 500 الخلني جيخ شو غدر وحد خدمة جيش فابريكا شتجي قراب انت مغارين الشركة ني قناة سميليسن فانبرغ ماني دي اوتريخت ماني دي اوتريخت من بعد زي الشركة ني شاديني غيجن شاف شاي سور شوية فرانسيس نشين شانس شوية فرانسيس خني شاي تشا غيجن سيد دري فطاس الوني السيد كذقيخ العلاقة ثم زواروت ومن بعد ذي اتصالتين وغاقي خدام من ديني دوينات شاذيني اشتشافشت اتخدم ديني ونجدي ساعة النيغ شان وراغا مزواروش شوازي سيقع بيشا شان مصبضة لأن ذي الريح لأن ومعاك حقذي 65 الزواج نام زوارو شي يفشر إذن وميد عقبق شاتشيخ متطلق نيخ مدى عزري تقريبا ديني غي تعرفخ خيشت هولندش تشافشتني شي تشان ديني من بعد مرشخ أكيدس ذي 69 أدنى عقب غن نقطة يا بالنسبة السكنة ذا ساعة تمزارث ومد غدا سد ذا حد زدغ دي بينسيون دي روخني ذي ساعة نزدغ بينسيون تقريبا 6 شهور زدغ ذا جيج ومشان قناس هوخسترات غوتريخت غنهار معروف هوكسترات 64 ذو نيشا دي تشان ذا مزوارو غزدان دايس إمارك وبالخصوص إمارك زيد قبيتش النغ من بعد نيغ شو ميخد مخذي فابريكا نيغ تعرفخ ذي نيغ خو باترون نيغ باترون ني تعرفخ ثانية خشافش ثانية مش سامحي مش دي يدر ميدو في الخدمة الديني وشي وين دين ما مشو فيه لأن ميسنين عزيزي شاك التاريخ شاي زارت سيجن ست شوى ما سبع شوى غاولاندا شاي خدم ديني دي فابريكا ني قراب وكي سيرو حق أتخدمخ وثانية دي الوقت اني الخدمث شاتشا موجود من جد قدام مني قاعد الخدمث الخدمة دي ساعتني شاغ نعدري قراب نتخياضي قراب ولكن شوات تخيضخ نشات قصاصخ الشاك إرى ذاب حتين عشين مزيان دي روكتني؟ دي ساعتني غوميكو مصيخ الخدمة الثغاري ودابي لي إلا فيش النسغة نهارة شاب حق 88 خذ دي السيمانة رجا دي روكتني غاس القيمة؟ شغاس القيمة من شغاخ دي ساعتني يغرى وهو السكنة لأن السكنة نغاش جاع 20-25
المصاريف مرني غاشي المثال شان شانش ذي جميس عزيزي عزيزي ذي جسيد نغني غار بعيد نخ إيش أنت جن ما متجميع بعد 7 أيام نقر حساب إيش حال نصارف ذي ساعتني ذي سيمانني وفيه نصارف 4 خلد و75 يزيد خاخت نقام ييجن الطوبيس شي سكوة 2 خلد ونص 7 أيام اثنين خلد ونص إيات قد المهم شتش المسائل كل شيء تعخص بالنسبة للخدمة من نوع يمدوكر يرغاش دير خدمة مش جايين يبودني النوع شغالي غير مدوكر وهو لأن فابريكا شتش فابريكا تمزيان شذا يشان 10 ما 15 نجايزن شذا يسي جايشين تمغارين تخياضن شذا يسي غريقيين دي طواكيين ذي غابيين ذي جيتي غابيين شتش خلان شذا ميسن عزيزين ذي جيو حنجان الغني بالنسبه للغه ذا هولندشت مش تعلمت ساعه تمزوار ذا هولندشت تعلم اللغه ذا هولندشت كان هاروات سيورخ مليح ولكن سيورخ شوي لان يمكن ما مش مريقا نتقارن ذا يغك 4 نيوزانش سيورخ شوي احسن زقين نغني ثنين حوايج شغاريغ تسمى يمكن هذا سنينيغ إيران دور ذي اللغة إيران دور ذي اللغة أولا أغلبيا شخدم في نو خدمخ هاجي هولنديين الطاس واخذي مخذي فابريكات ماني جان الطاس إمارك لأن ما تخدم ماني جان الطاس إمارك سمو غير خاكتها في السور ذي اللغ ثاري فشنك تعرف ويستناين أمن شمرشخ أكث هولندش إذن كانت المسائل زي تعلم مختها هولندش ولكن الأغلبية البداية وهو شا خدمخ ذي فابريكا نغاش فابريكا شا ذي خدمخ شا ذي سي لاغ نش ذي جميسن عزيزي ذي جنغني ولكن شا نخدم نيقوش خويا ويا ما راضي هولنديا نيخ ذي أجنبي نغني شا تشا مضطرين نسيو اللغة هولندش خويا ويا الخدمة في إرادة قد واش رد عجباش تنير تراجدة تيير ما تغادث زي المغرب الحقيقة أميد غيس أميد وسيخ زين المغرب شاني غاس هذا حد خدمك شواء سيخ ما ترخدم سيخ خدمك من ماذا فيه أتخدم لأن بنادم خميد غيس غذا غيخساد يخدم لأن شواء غزا من غي خدم ولكن يغزا شحال غي عباح يغزا من غي بنا ما دي بنا المستقبل نسمى لا ولكن خدمت اني ذي دقيق ذي قولاندا بالخصوص ذي البداية شير خدمة تهون لأن خدمة الشاك ذي فابريكا فابريكا واش تام قرانت وثانية تشار خدمة فسوس مركا غاد قارن خيخ فينو غاكي يني شاك ذي الدخ ذي ساعة نيغ يني خدم دي فابريك نشخوضات نيغ دي فابريك نوزار نيغ دي فابريك لاجور نيغ دوينات نشا تشيخ غاري خدمة تهونا التاسخاس نراح نقطة يتهم العائلة مرمي ذا ذمر شدي هولندا دوري ذا مزوالوث امدش نيخ تعرفخ خت هولندش نيشاو يخ غورفو 966 دي فابريكا ني ذي نهاية 66 البداية 67 شتاح غار خدمت خميتا غار خدمت شغالين مشاكل ذي زديغ بنادم واشي مرتاح ذي زديغ ما لازم غض ذوك بنسيون ماني تشان 25 30 نيوزان تخشي تافذ فيلا ذي كوزينة وزما غات السنواد تحذى تصبن تافذ فيلا خدوش المهم شغالين مشاكل اشتورا السيورة خاقو باترون نيغ شغا خدمك نيغا سودي قاهم مشاما مش ويقيم ذاي الشغر ني يسيور اكتشافش تني تشافش تني شي غاس بباس غالاش تزدغق العائلة ثنا يغ مرات خساكي خزدغد قاغاخ تزديغ روح خزدغ خاكيسن إذن شخد مخاكيدس من بعد زدغ خاكيدس خذ صديق النيث تعكبج العلاقة العلاقة النيث يوض ذي شهر نستات ذي شهر ناربع 69 يوض نمرش قوية ويا وزير مرش النيث خرق دي ثاحن جاث رخاغا 32 سنة قناة فاطمة ورخان هارا غاري كيس اتصالة المليح و تا هولندش نيغ تمغاث تا هولندش تمغاث تم زوارو
قيمة عايشة خاكيدة سرمي ذرف 1980 ذا قرب خ المراش الحفلة نجمراش دي وقتني مش ذا هذا الحقيقة وانا جيبوش الحفلة تم قرانت نجا الحفلة عائلية نشي جيغتي فاميليا نونتا تجا الحفلة فاميليا نس الحفلة لأنها نوع غالب بلدية نمرش حضان الوالدين الناس نخش دغاث الدات نشراغي جمشان نقاذيس فيشتاني ولكن فيشتا مركا تقارن ذاك فيشتا النهارة شتشف فيشتا عادية على حسب المقارنة النهارة ولكن شتشف فيشتا من بعد يتزوج دروخا زواج يغاك ذي وقتها نعم قال 1980 ثم غاف حنجيات من بعد قسنا الحقيقة العلاقة شو غريب المشاكل راقي جيرك تمغاث ولكن من بعد تسمى نيوض نقتنع باللي وأنا مصبضة وأمصبضة إني نمصبضة جيج الهدنة وغا خولاديج المشكل أقوى يويا نمصبضة قرر 1980 ولكن وخان مصبضة قيم العلاقة المليح وثاحن جيات إني إنه تزدغاري تحغاسا ولا ذيج المشكل غنهارا واذين ولا ذيج المشكل قيمة قرر 1980 1984 يعاوض أخر مراش أكتمغات غاري نهارا ثمغات غاكر وخاذ ويتدزي المغرب لا ثمغات غاري نهارا ذي جيس عنتيغ فاميليا تزدغ ذا نهاومي انت تسد الوالدين نسب قرر 1980 شاد قيم ذا شو واتوي خاني احمد واذي ثيو احمد تقر شواغ نيشان شحاجت ولكن شغاس شواغ الناس شغاس كورشي نهاومي ومي توي شاد شاذا شغاس عبا سنين ذا تقول انضا مش جل علاقة ينشا قحنجي يعني غاكروها العلاقة العقل العلاقة المليح تمنيخ أتيري العلاقة في حنجان أقل والدين سنة ما رغم أم العلاقة هينو غاك ثاوينو لأن نشك في غاسن إجن طابية إجن نوع نوناث الحرية نش الحقيقة بثدات سور خاك ثاوينو جميع المسائل تمنقاش خاكيسن وغاري ولذيج نش حاجة من القاندة قولاندة طابوح موات سور خاك ثاوينو تشغس الحرية غاد عبان الشعور سن من دا يعجب نقاغا سنت من واذا يعجب نقاغا سنت تسمى واذين بوشان حاجة مناث الحمد لله نارا غاري زير ملا شيء ينقارو غاري ثاحن جات غاس على حر 16 سنة غاري ثاحن جات تمزيان غاس على حر 7 سنين العلاقة المليح غاري غيجو حنجار خا غاس 16 سنة ما رقان مليح تقل مجهودات سن منو مزمان والعلاقة غي فاميليا ذي هولندا مش جا العلاقة فاميليا المليح نشغاري ذا الطاس فاميليا وبالخصوص العائلة بوجوف نغاخ ذا الطاس وذا غولندا ولكن واتشي غا غولندا ذي بلجيك ذي فرنسا غاخ العائلة تم قرانت وثانية بالنسبة لي ثانية غاري العلاقة واتشي غا فاميليانو ولكن غاري العلاقة غا جيوزا نغني وغاري اتصالات جيوزا نغني غاري أطاس الأصدقاء غاري أطاس نيوزان كتم سفامة غاري أطاس نيوزان كذ غاتاحخ يمكن هذا الشيء هو ذا يتيك كذر وقت حما ذا حق مارا غا يوزان ذا يستدعاني خاني نيخمي ثانية رشخمي تقيخشان شفاح ونمارا ونمي ثقاخي تاسد ربدات الدات الشوى الحمد لله زعما قاش واتشيخ أمن قانس هولندا شخين زوليت وقيم العائلة تم قرانت وتحسيق بوشة سل وحدانية نخس الغربة غطاس غاري بعض العائلة يقيم دي المغرب يجو مماذ يجو مجمع فعلا مارا تحسيخ أقل فراقني ولكن تحخم كورا سجوة صغار المغرب تزواغثن تغيمي خاكيسن ثانية رسنين اثنين قراغ وسين طاوما المهم العائله غاري ذا نهارا تقريبا ثمغاخ العائله ذي قيمه ديال المغرب لان ديال المغرب وخا الوالد يتوفى روح
الوالد يتوفى في 1972، الوالدة توفى في 1954. إذن قيمة يغذيني غير لا غيثما ذي جمجمة وحتي غيثما ذي السما، لأن غاري جمجمة زي الوالد ذي الوالدة غاري غي السما زي الوالد يني تحغاسن كراس وقاسن زاري. بالنسبة للدين مش تعيش الحياة الدينية ذي هولندا؟ السؤال هو شيء كل ما رأيت زي غير هولنديين يتقسم نش تواريخ الدين ده تعيشه تعيشه شيء الحرية التامة نش عما سوا في خيج نش حاجة ده ذي هولندا سواء الذي القانون خان نزي غير وذن ذي يغي مثال ذي يسديقن دي المسائل المعاملة الدينين لأن الدين تواريخ نش تزاتشيخ تزوميخ تجيخ من خسخ لأن الدين مسألة فرضية بنادم على حسب الإيمان نس على حسب الثقة نس على حسب كل شيء نس تواريخ الحمد لله رانا نشرة تاوينو نتمارس الدين نخسي جميع الحرية ولكن عماس وذي نجن من دا تجير نخ ما يمتزاتشيخ نخ ما يمتزوميخ نخ ما يمتزاتشيخ نخ ما يمتزاتشيخ إيش تواريخ غلا غيش تواريخ ذي 1972 شيء يسغ دارندان دي ثغ ثوقع تيدت ولكن من نكتة شان خدم جيجن الشركة شان خدم على بارات صمد يوذني شي خدمني هولندي شي كذي خدمني شو واسين التسخار ندان شاذيني جو هولندي شي جو شوي على بارة خني تيسمر بدا شي السوار يسون زعما يا خوينات يوجد غاري إن يميمي الزمة إن غاسو دي قطوري نشي إن مسلمان قان الزمة إن يلا قارن داني الزمة مميشة تشمديها وغاو من غاشم خار خان مكلا موجود داق شمي تخسد وزعما مرفوع مرغاك من غاشم مرفوع خاك قارن دان إذن شاذين بعض المسائل شو أنتسين ولكن نارا الحمد لله هولندا السنة التاسخي مسلمان ويمسلمان السنة التاسخ هولندا ولكن بالنسبة للممارسة الدينية تواريخ واذين ولاديج المشكل وبالخصوص لأن مراغ 1971 شغاري الأنشطة الأنشطة لأن التاسي شغاري الأنشطة 1970 أول مرة شاركي خيجن المؤسسة قناس انترناسيونال بلايت انترناسيونال بلايت شذر بعض هولنديين زير بعض الأحزاب اليسارية غذر بعض الأجانب زي الجريك زي غاي سبونيا زي غاي غابيين شان أسسي المؤسسة ماني شان سوارخ بعض المسائل يتهمن الأقليات وذكر 1971 تخرقت الفكرة ياغن أنت مزيدا وين لأن ذي ساعة النيغ شاغ الأغلبية نمسر من داي جان اتزاد شان دك بيس يوثر نيغ ويناث ولكن شاغاسنا الرغبة غحما غاد أذقن كتار شاغاغ ذا غيجو بينسيون أكبر بينسيون شايت شان قوتريغ شاز دغن دايس تقريبا شان 120 إمارك خنيت شاق طارحن ومن بعد ثوقع الجين دايس يجو مشان داخل البينسيونين تزاد شان دايس خني ذي العيد شتى حنا بالطاسي وذن وادين يزدغن زاد شانديني ولكن زي 71 تساونت شتوقع ذي الأعياد نخذي عرندان نشارة غي جمو مشان تحن زاد شادايس تقريبا دي النهاية 71 تقرخ يجي الفكرة أول مؤسسة ذي يتأسن انتم زي ذاوين تأسس القوتريخت ذي 71 قناة مؤسسات المسجد شيء أسيت إجل الأخ قناة علل المطالسي غذي جنس سيد الله يذكره بير لذكر سيد عبي بخير الخطابي محمد ذي الحاج أروخ يأسن المؤسسة اللي وذان شيء كان معروف في الديثينات لأن قبل الوقت اللي شذاغ الحاج أروخ بالنسبة للحاج أروخ مسكين شغاس الداث خلني شيء تقديني غير مجمع نزاوش الطريقة العلوية وشتمون نديني وذن ونتغي الجن زي جوذان ولا بدا غاث نذكار لأن الجن ما يقومش شي حاجة الشهر مثلا نتغي الجن زي جوذان بذن يتفكان دي القضية الدين ذات قولاندا وأسن المؤسسة للمسجد المؤسسة للمسجد تقيم استمر أرمي ذا 1975
واتكون بوث مزيدة وفوقي ولانديين دي ساعات النيك شاقيني جني داء دي التلفزيون جيج البرنامج قانس فيلد خانسة جمعنا غذي ساعات النيك 15 تاوز المؤسسة ني المسجد كبداية دي المشروع عن تمزيدة وزي 76 75 شنكو مساغ نمنع عن طريق البلدية نمنع يجو مشان من ينزات شاغ دي جيج المدرسة. بالنسبة وقد نعقب عن نقطة بالنسبة للاتصال أجل المغرب ماشي هي الطريقة غاك إذا اتصل أجل المغرب غير وقت عاد اتصال أجل المغرب أول اتصال عما سواء نقضع كومي دو سيخ زي 65 سواء دي فرنسا لأن اتصال أجل المغرب يقيم مستمر يمكن تقريبا سنويا بنادم يتحقق على سلعة عطلة لأن غمداش نيخ اتصال أجل المغرب بنادم يخرق ذينيغ بنادم يساعدو ذينيغ غيجن طافز الحياة الناس وثانية بالخصوص غادي يقيم ذين العائلة اتصال غادي نخاق المغرب نهارا وهو العائلة النخ ذيني غيجان نتحغاس نزوريت ونزور فاميليا النخ مارا ذين يتيرين وكل مرمي ماث واحد إلا وهو تكون ذي الفكرة الجديدة إذن وزما غدا استرقذ نهائيا ولكن اتصالات ذي إطار العائلة عاد مستمر لحد الآن والتليفون تتصل العاد خاغ اتصالات مركا غنقارن أك أمو مزوارو وميدو سيخ ذي 1966 شحما غدا أداوي خبال المغرب يمكن تغيمت ثلاثين إذا أربعين سيمانة زي غثاري تبرة تردش تغي زي غثاوض من بعد إذا جدارن شرخ بانلخ شيء شاغ محصور إلا سوى مرة يوشين الجنزي المغرب نيخ مرة غني نيخ يوشان شخ بانخ مرة ثوري شن تبرات ولكن تبراتين يبدأ تعطانت وثانية دي النهاية الستينات شيء اتصالات النخ عن طريق تسجيل كاسيتة شان تسجل شوف انت كاسيتات نيس شان تسجل تسيور دغ الوالدين نش اللي غتسيور دغ تسيور الوالدين نش نسكا غير خباري ويا ويا عقر خيشت ورغ شغا خيجن تليفون لي جايت سعيد شاري غير خبار الوالد يهرش دغ 71 خلني شقي التليفون اتصلخ ثرت ايام نشترى جي حما غادي يمنع التليفون لان شواتي بو التليفون تزريد مباشره نتحد عن طريق البريد البريد هذا الجن تيل خرام حما غادي يسوى النغني ثلاث ايام نشترى جي ولكن امرار كيس شو غاسوا لذي النتيجة الحمد لله نهارا التليفون مباشرة واتشي غاتسيور غاتدات لان الاغلبية غاس الموبيل ومن ما جا غاكيسيور اذن يوقع طاس تغيير ضم قران على حسب اتصالات جاغ المغرب نهار والعالم سكورش مين تفتقد العاد زي المغرب وخا تعيش الدار يمكن هذا سينيخ من تفقد وهو يمكن الجو لان العائله مراني غاش العائله غير تما مراني غاش فقدق العائله ديها يتجان فعلا فقدقت ولكن العائله تما غتسنقسخ زي المحبه العائله ومشانا لان غير العائله ذاك تقريبا زي المغرب ولكن تفقد الجو العائله ندين يقيم بعض المسائل التمزيغ لان بنادم يعيش دين دم مزيان ويزرع بعض المسائل ومركا غاني غت اتعقبت غير وقت النيغ ومش عاد دم مزيان وخا غاني شاد الدنيا صعب ولكن شيء تبنى دم مزيان حتى سنت حوايج ديني ثقيل وخا لذر خمس النيغ خشت السوار خارجينيت وخا شاد شاغر خمس شقة ولكن اكثر مزيان شاد حلوة انا عدا غيج النقطة يتهمان دورينش ذي روست ان الجالية زما تحكي شوي الطريقة يزيد جيل نشط إني غزيد بذيد ذي النشاطين دروسنا الجالية يمكن حقق عطاس بنادم يخدم عطاس ينشط ذي 30 سنة جاروت ولكن الأسباب ما يمي غانيني بنادم يتشن نشط لان المراحل تصل المراحل يخخ يكين ديت مواثه
اولا البزيغ سي قرف و 1970 نغاش خمزوارو على حساب القضية الدين، وفي نفس الوقت المؤسسة اني شي جان ذي ساعة نيغ نيخ اللجنة نيخ فيرك خروب انترناسيونال باللايت شاديس اربعة ذن الاحزاب ذي الوقت اني ذي 66 67 68 وبالخصوص ذي البداية السبعينات شاد شانت اربعة ذن الاحزاب تعاونت الجالية اجنب شمش مثقا شاديني الأحزاب الحزب العمال شاديني الحزب وناث الشيوعي السي بي ان شاديني الأحزاب النير خيمون ندي خرو لينكس نهارا لأنهم زوارو شواتي بوخرو لينكس شيتشا بي بي ار شيتشا سي بي ان شيتشا اسباي دي ساعة النير الأحزاب النيشة تقارب شوي غا الأجانب لأن تورنتن الأقليات ونثني ذي يساريين تعاون وذاني تشان غاسن شوي نقص ذي المجتمع سواء ماديا نيخ معنويا نيخ ما مش ميقا والأغلبية زي الأحزاب النيغ يكونن ذلك خلوب انترناسيونال بلايت وش كريت جيل عضو ذي المجموعة نشة تاحخ كمتفرج شو تشيخ بوض العضو لأن شديني وذن الأعضاء قرف 1971 السبب وهو شديني يجن زي وذني كان ناشطين دي روخ ثنية قانس شاف تونس قيم موث ذيني غيجن قانس فرانس فوكين يني مانيش ازدغخ ذا قوفر فيخ دي ثودرين نيغ مانيش ازدغخ شي قجنا يغ تقريبا شان 20 مترو ثقواث ثقواث شا تقن اوبن هاوش تقن زي السف غا السف نيغ زي الحد غا الحد تقن دين الاجتماعات مفتوحين خنيش تاحق ذيني ذيني إذا 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 يتكون بالليغ شغاري الرغبة ذي المسائل ني قرف 1972 يوقع إجل الفكرة بالليغ إخساد السن إجل المجلس للمهاجرين دو كوتريخ المجلس للمهاجرين إخساد يريغ منتخب زي طرف الجالية الأقليات وقدمن إجن تقرير غال البلدية من بعد ذي البداية 73 توافق خاص البلدية باللي غادي يري المجلس النه ولكن بشرط خاص يري أعضاء المجلس تيري منتخبين مختارين زي طرف الجالية ذيني شاديني ذي الوقت النه غطاسين يوذان ناشطين شو شيخ ناشطة من اثنين ولكن شايس غاس الأسباقية ذا روح ناش حنا يخفنسن من بعد وسيد غارير بعض يوذان أنا ما يمغطاش يحضرش كيخ فنش ذي اللائحة يجينا لان رانش دي ساعات نيش استور شوي ثا ولندش تقه كان يوذن يش سنخ نثني غي ذي خفي غي يزيان تقدم خي خفينو غادر شح خي خفينو وفعلا رشح خي خفينو وثوقع الانتخابات دي نهار 6 ذي 5 1973 توقع الانتخابات الانتخابات للبلدية غام تقن خمي انتغات يقن خمي خران ترات نش نهومي غا شحخ فينو زعما شو واقي يخبو غا نشحخ ولكن مع حسن الحظ نشدي وين ذي ساعتني نمر واحد لان الاطاس الاصوات اذا يكشين يوذني خني نهومي غا غار شحخ فينو وصوت خافي غو نشحخ ذورت المسؤولية خافية باللي غا كاخذ اخذ مغ حماغ بعد على الاقل يوذني ذا يكشين تيقا غا سن عارخ تيقا يوقع أنني تأسيس أن ذي نهان ستة الانتخاب ذي ستة ذي ماي ذي نهان ستة ذي ستة شهر من بعد شان تجتمع ذي المجلس البلدي غام المجلس لأن أول مجلس ذا قولاندا بعد كان منتخب ويوري عن طريقة شرعية يوري ذا قوتريخت وشذي 16 الأعضاء الأعضاء ذي سن أربعة ذي مارك لأن شذي ستة الجنسية دي وقت أني شيء كان تيم قرانين من كل جنسية وكشي ناس إجل المقدار نشكراسة من بعد نكون مصاغ الأنشطة النخ لأن ذي ساعة أن المشكل شغاخ الطاس 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 بالخصوص دين القولندا وهو المشكل نزديخ
يوزان شتشان الحقيقة تزدغن غير بعض المسائل وزماغة التصوار ما مش زدغن. المجلس الأول يبدأ ذي القضية المحاربة نسكنا الغير اللائقة الجالية تأجنا بجدة قوتريخ. ومن بعد تسديج الفكرة نشين شان عزوغ أن حصل الوضعية نزديث وميثو في البلدية يمني تكد تكاغ تخسات بالله 35 بينسيوث 35 بينسيوث مارث بالله يتندي ساعة نيدا قوتريخ أتفذ الأغلبية غزغن ديبارة خسات بالله ولكن بدون ات 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 اتخرق جن 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 مشان ذي غزغن. من بعد كان شين ذي 74 اول مظاهره ذا يخرق ذي قلاندا ناسيت نظمت نشين نقاغج المظاهره ذي البدايه 74 اثنين المسائل نقا المظاهره على حساب السكنه نقال المظاهرة على حساب العلاقة شيتشان المؤسسات الأجانب شيت تمول زي طرف الحكومة ثولندش كمساعدة الأجانب شو غاسبوا العلاقة الأجانب الأجانب شو غاسن من دين غينين خلينا نقال المظاهرة المظاهرة نيغ ذات قوت ريثوان نغش أول مظاهرة ذات قولندا الشارك ذايس تقريبا ترتارف ميوذان وفعلا اضطر البلدية ذي ساعتني أحمد عزم التصني بينسيوثن إمارك وشات عزم وها ولكن ذور تيشت الدار لأن خمس وارو شغا ماروك نيخد ذا أجنبي وذا ستيشت الدار التيشت الدار ثلاثة غاربعة يوذان ذا حظ الغن. إذن زي الأنشطة نيغي تكون مساغ الطاس المسائل ثلاثة وسبعين أربعة وسبعين. من بعد القضية المسائل الدينية رانتا سنيغي تكون زي مجلس الهجرة لأن المؤسسة اللي شاتشان ديك 71 الإخوان اللي شاتشان شئس المؤسسة الدينية راني اثنين شاتشان منتخبين دي مجلس الهجرة السنة غي نكون الفكرة يا غن الخلق نتمزيدا وفعلا ذي ساعتني عن طريق مجلس الهجرة عن طريق مجلس الهجرة دي البلدية إن زيار خل البلدية إذ كشاغج المدرسة موقتا إثم زيدا تزاتشا دايس ذي فاتر سترات ذي 1975 أول افتتاح ذي إني حضان زي البلدية رفت هاودر رفت بيرو خماشتر دي ساعتني سني غي تنطلق الفكرة ني المسائل الأنشطة ذا وشغل الأنشطة عطاس الأنشطة بالخصوص لأن ذي 74 نهاية 74 شغخ المشكل أقل أجانب وغاتشي برشواغذ شتش السنغ يتنطلق الفكرة ثانية المظاهرة 75 على حساب تحسين الوضعية يوذن وغاتشي برشواغذ من بعد تنطلق الفكرة ثانية المؤسسة تأسيس المؤسسة الصحية ذا قوتريخت أو المؤسسة الصحية داي خرقن تخرق ثانية عن طريق الدفاع شيتشان دي مجلس الهجرة من بعد المؤسسة الصحية ذي ساعتني شان كونيت حبا غنخرق يجل المؤسسة غتيري تستقبل غال أجانب يعني تيشس المساعدة ذي الميدان الصحة ميدان الصحة ونقاس نظبيب ذي ساعتني أظبيب غيرين ذي قوينات ذي سنتر النيغ غتي استقبال الأجانب ولكن مع الاسف ذي المشكله ذي الوقت اللي شغاق المشكل الميزانيه لان كان ماش تسندت مواثا وهو المراكز الصحيه خزون هاي سنتر مانيتيرين يضبيبن يخساتيرين اتاسين يوزان صحاب شي كيفون مسجلين ديني نشين شاد مكشخ يجمشان ذي قوتريخت ذي فورسترات يقوش سواي خوينات وادوسين يوزان اتاس سجلين ديني إذن بعد عام نخذ عامين شغخ المشكلة كشي كيفون صح ما غادي تكش الميزانية ولكن وخا المؤسسة الصحية نشي جان دور التنيغي خرقن طولك سنترم الناس نكس المؤسسة الصحية المساعدة غي وذان على حساب المعلومة الصحة ولكن نخرق جن طولك سنترم مرة غاني نشو مهروش يروح غاوض بواسينة دي السيور هذا غاسي ريغي جن المؤسسة خاص غي تواجمن ذي الخدمني غير تخرق طولك سنترم والتاسيسين دي فغن المسائل مركا غن تحصيخ يخسد دورك شوي غن فالتاسي تفضل التاسي غن
من غير ذي مزيدة وين المجلس الأجانب ذي جيدة تصل المسائل النوني زفاري المرحلة يزم ماذا تذكر شوي باختصار؟ تصل المسائل لأن ولكن المسائل لما رغسنت العلاقة أكثيني في مزغورة لأن على حسب الحقيقة مركا غنيني باختصار لأن عن طريق مجلس الهجرة الإنسان يفغى الميدان الاجتماعي بعد مجلس الهجرة في 96 شاتشيغ أمين صندوق المؤسسات الأجانب في أوتريخت من بعد الممارسين في 77 كرئيس تمزيدة في أوتريخت من بعد يخرق قانين شادين في السويد اخترني شادين شاد 7-8 تمزيدة وين في هولندا نخرق إجن يجي الجو حما غنتمسرقا غير شتوارا نخت مارثين دي عام دي ساعتين المسرقا دي 77 من بعد تخرق الفكره اتحاد المساجد دي 77 ولكن رسميا مؤسس سالمي 1982 عن العلاقه الثانيه شارو تشان بعض المؤسسات الوطنيه نهض المجموعات الوطنيه المسائل الدين في 1980 يوقع عجل اللقاء جارة نغدي طاكيين دي سوريناميين ضرب عاض نيوذا نغني نخرق جن اتحاد وطني مون دي ساعت النيغ مسلمس نيغلانس أورخانيزاتسي دي 1980 ولكن يفشر السنيغ دي 1984 تخرق دي الفكرة الإذاعة الإسلامية زي 84 نشين نتمعامل قيطاكيين حما غنخلق الإذاعة الإسلامية شات شيخ ذي إسلام نجد العضو ذي مارس 1986 شات شيخ يجن وطاكي انت شيكل فنس القضية من بعد يروح يخرق المؤسسة النيغ وذي سيسيد في غابيا يخرق يجن المؤسسة وحدث ثم كشاس الحق الإرسال ولكن ذي 89 يوقع الضغط خارجي ثانية نذور نشين تابع شاتشيخ عضو ذي الإذاعة الإسلامية شاتشيخ ذي الكاتب العام ذي الأنشطة ثانية داخل اتحاد المساجد ذي الأنشطة داخل الأحزاب شاتشيخ نشيط ذي النقابة نسيين فاي المهم أطاسي الأنشطة ذي خدمه بالنسبة لروق تاروخ من نشاطي غاك وسط ذر وسط يعني الجالية ذا مغربشت أولا الأنشطة شغالة ثم زوارة غنهار ثقيم لأن وخاغ الأنشطة أولا غارغ إجل الأنشطة أنشطة اجتماعية غنهار غاري العلاقات أجي وزن وبالخصوص أجي وزن كان ذي السن نوغ من قان الجيل الأول عاد غريقة سنج العلاقة الطيبة وغنهارا عاد غريقة سنج العلاقات ذي كل أتصنج حوايج وأتصل إخوان شكاغثن غنهارا غسنج انتقى ذي ذي بعض المشاكل تمشوا أنا كذي مرة غاس ماشي ما يجي غاس شن المشكل سواء مشكل ذم قرن يخدم زيان يخ مسألة يمية تتن نصيحينه على سبب تجربينه ذي الحياة والأنشطة إنه غنهار غار اتصال في جيوذ النير نخدم مسائل المعاونة غما غتعاون ذن النير غذا سكش النصيحة على سبب ما مش تواريخ نش نير خان النير تكيس تحت غال محامي كيس سيورد كيس معاوند ثغن نهار ثقيم وغاري ثانية الأنشطة نهار ثانية على حساب القضية لأن عاد غنهار عضو في اتحاد المساجد وعلى حساب المسائل توقيعا مع الأسف رخا غنيني مريكان غزا القضية المساجد والقضية المسلمين بالخصوص غاسنا التاسن قسنا غين قورا نغذير سنين غين قورا غطاسي تيرين دي الإعلان وبالخصوص المسائل داس يتوجهن بغير حق بنادم يتوريخ في الناس سمو غير خاس هذيك كاغ واش هذي غيال منكر ولكن هذي غيال جو النيغ داس تناسب واش الناس عن طريق النيغ العمل لان ماركات غزاف الزغاث والقضية الأستاذ المملغ سكاريج دجاتا مقرانت من بعد توسد
الكارثه الحيطاش سبتمبر كاريج الكيزمو. اذا بالنسبه غاني الوجود النقدي للمجتمع الهولندي الانشطه تاعك يتاثر خاك الشغلني بصفه كذا تبدرد النظراني خي تشانخ الاسلام اللي النظراني تشانخي مسلمن وبالخصوص الشباب النخ المغربي تني الانشطه النخ نهار غاخ ذي نخدم ونتمنى ان شاء الله غاخ ثقه تامه ذي المستقبل لان غطاسن الشباب اللي كان وغاسن تجارب وغاسن المعرفه وغاسن كل شيء احسن الزينخ كانت كمرن الشغله ذي ذي الانشطه يدي لان يدي العدد من الانشطه من نوع المشاكل اللي خفض عقر العاد عرض الناشطين خدمتينش المشاكل اللي عقر الطاس تسمى ثيس المشاكل الانشطه كيخ ثيس المسائل الحقيقه بنادم ما يفكرث انت يتحسب اللي جاش انش حاجه وذيس بعض المسائل وخايف ذات انت ولكن واكميرنت ومع الاسف فشلنت لان فشلنت بدون حق لان نش المشكل الحق واتي مشكل ولكن من دايغ يتاثر الطاس وهو التفرقه ذي الجاليه تغابشت لان الجاليه تغابشت غاس الحقيقه اوتور ذي مقرنن ويمكن تقدمن واتشي غاد تساعدني في نسن وها يمكن تساعدن ذات الغير ولكن مع الاسف على حسب التفرقه اللي غاسن والنزاعات الاغلبيه سي خارقا وهو بنيين خل الاسس ذورا جينا خل من ذور عرضه الجميع وندفع خل حق النخ ومركات غزاد يعني اشكو شغال بعض الامثله من دايقيمني التاذي الطاس على حسب يعني القضيه للمساجد المساجد وقاخت الخارج خواتي قاخت الاذاعه نيخي التلفزيون قاخت التاريخ لان تواريخ البرنامج جوات احمد اذاعه ولكن التاريخ الحقائق وزقومي بذيخ السيورخ السيورخ الحقائق من السيورخ في المسائل العائله انو سيدت المسائل مار من يعذون سيدت يخسديني المستقبل باللي غتصل المسائل التهم توجه المساجد باللي تهم باطله والتهم مشات مبنية عن كذب وبالخصوص التهمة شات توجهن 1992 تني غيك فشرن الجالية كلها لأن ذي 8 ذي 7 1992 شاتو حيش تبرات اثنين سيسم اثنين المنظمة تشان معروفين اسمتي الانسي باي ماني تهمن الاتحاد المساجد باللي يستعمل يعني العنف داخل المساجد يتخدم المخابرات ثم غرابشت نش هذا شخص مخذا سمين زي ما تخسر باللي نشين عماس الشغرشة وغاخي جي ذير بر وعماس واث نخذي مشين المصلحة النخ وهو شان تقدم المساعدة لأن نشين وغاخ وراذي جن طموح وغاخ طموح باللي غنذور ذو الموظفين لأن وغاخ بو المستوى زي غنذور ذو الموظفين ذكولاندا وغاغبو المستوى السياسه وغاغبو المستوى الشين العمل نخ نقيت العمل لله وفي نفس الوقت شان ناشطين راين الشين راغ المصلحه الجاليه اذا المسائل هنا خلقنتي البلبله داخل الجاليه تغابش شواه تجيبو عن حق وشواه تجيبو على صواب وغاسول هذه النتيجه نهار 10 سنين من بعد انت ورا مار الشغلني يفشر وغادي نولا ديج حاجه تيت النسبة لوقت الروخ راح غير الموضوع عند السكنة مش زدغ دروخ خل الحمد لله قد تورد فداثين وزدغ نجدر وشونينو غاري فداث المليح ومرتاح ذي فداثينو واتشي كافية ما راغي العائلة لأن غاري غار بعي حنجان نشت مغاف ربيوتا غاري واتشي كافيين ما رام كوريجن سربيت نسي ثاوينو ولكن اثنين ديربيت الحمد لله حسن زي 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 الماضي ذي المستقبل رخمي غاد مغاد مش تفكا ذا تزدغد واش يخفينش نغاقي حنجان نغضي ذا الدات العجزة فكا ذا يجن توراغ غاخجن ذي شها خمسة غاخي جن في داخ آفن تسمى نقوغ سيسم المدرسة نقوغ أجي حنجان آفن في داخ إذا سقانست هولندش
خنين جوا غستاو النخ تلاميذ مارن جوا كيسن غوا عشرين جوا عشرة كيلومتر أبا يمن جوا عشرة كيلومتر النهار إجا عامين جوا خرجت تحنجاثينو نيوض نقال استراحة الاستراحة نقال جيت طاف المركز الشيوخ مالي تيرين إيو السورة ني غاسي تحنجاثني بس نذا مش أنا مجد سقانت ني ثقانت بيادة هاش ما نزدغني إيو السورة ني غاس قاخمي غايم غابة بم ذي دغايا سادي زدغ ثكات حنجاثني ثدار عايث ني اللابة بواش تجيخ بود زدغ ذاكي دي زدغ نشمعوش تفكاخ مالا ثا حنجاثني يجي وغارد اليقين التام طاوينو مراك مرخوا ورسقه كيما كيسن قيم غزدر خرغ مسخ مرا وحر ضيق غير ماني غسخنا ضحغت غتدات العجز غزدر مرا قيم خدا ولكن شغال اليقين التام باللي غاد قيم خك طاوينو زدر خرغ مسخ ادور غال المغرب وتفكات شات دور غال المغرب ادور غال المغرب يقصح ما غاد شي ني خدور غال المغرب لان غاد ور المغرب غاري متعلق وتشيك الزيوه امدش ني خوم زوارو مرا ويغدانين ال 36 عام ذات بلندا من بعد وصيغ شحال ذا يقيم العدد عيشخ وش الدورخ غال المغرب إخس الدورخ من جديد نهاوم يدو سيغ غاذا وسيغ الشاب ذا مزيان باب 20-21 سنة وكونخ المستقبلينو شعاد غاري التقازي غا كونخ المستقبلينو كونخ العائلة كونخ فاميليا كونخ ثاوينو وقيا عيشخ ذايسن الشام القاخنش يقصح خافير سيجن 60-70-80 سنة هذا عقب غا المغرب سمح خمار هذه العائلة يذا هذا عقب خاذ كونه من جديد ما رتاح يقصح الحال ومحال مش وازم وذا يستفكع الدور شوي غير خدمت ذات كذا يديش نوع عنش خدمة يديد زما ذا يدين يدمين خدمة قاع زمان يتوسد غا هولندا الخدايم خدمخ واشي يطاس خدمخ زكوار فو 966 دقلاندا الاول بدا خدمخ عام ذي المينا ذي المينا ذي المعدن ذي ليباركور خدمت المينا ما راو النواتي السينا يمكن شان هكوا 800 متر سادو ثموات من هي ذي فرنسا ذي فرنسا 800 متر سادو ثموات ونخدم ذي الشاربون خدمخ ذي ساعة من بعد 66 وسيد غاذا بدي خر خدمت دي فابريكا نيغ إيقوراب فابريكا نيغ إيقوراب شاتشار خدمت ذي المليح شواتشي بوغ واد قسيح ثني خدمت ذي سالميغ ذا 1969 من بعد روح جيخي جنش خدمت قناس إنزولاتي بلاد فيركر إنزولاتي بلاد فيركر نخدم الأغلبية نتخدشافي قوذاس نشحمو حماغ رحموني لان مرا في ويتي زي يكا دي ديج المسافه ودي رحموني غير ديوض غا مشى مانيجا من بعد خدمه خذي كنا دي المسائل نتشبني اكون كارو مارا خدمه ذي كنا غريغ شوي يجنس عام ذي لو تخيتر كي خيجن عام نخت عامين لو تخيتر الخدمه يروح هذه الوقته دير وقتها عاطل لان شوي رهرش على حسب رهرش نسكو هذا يد وينث و واش مخبوغ دير الخدمه شي خدمه اذا ازين رهرش ازين تكون عاطل اذا غاك تعويض روخا غالي التعويض نعم الفي او خديت لك الحاله الماديه روح ماشي دجا الحالة المادية الحقيقة على سبب التعويض يجن نهارا وازم ماذا نينيغة هذا السينيذ كافية مية ذي مية ولكن بنادم يدي بانا يخفنس نعم وخذي حنجان عادي مزين واخد منشان واخد منشان نعم عاد تعوّن 12 غال المغرب العائلة سنة 20 تعاون فعلا ولكن سيجن المبلغ رمزي وهو شيء وغريب العائلة لأن غيث الحمد لله مرة الحمد لله خاسن غاري غيج وشمت عاون غتيج المبلغ رمزي وشيء بالنسبة الدين ذي الوقت ثاني تيني مش سعد ذي الحياة ينشد الدنيا ذي هولندا ذي الوقتها
والحقيقة الشغل نهارا وغالي ولا ديش التغيير دي الممارسة الدينية لنهارا نيخ نوميدو سيخ الفرائض نيخ سعدو خسنت الحمد لله غنهارا ولكن سوى غيج التغيير الكوقعان وهو خمزوارو دي السبعينات دي الستينات شو غاهبوث مزيداوين شو غاهبو التسيالات شو غاهبو كورشي الحمد لله خميتشي دي الدولة التامسرنت وزما أخميتشي ذات قولاندا أخميت الدولة التامسرنت واني يخسن شانش حاجث موجود يخسن ذراح غاثم زيدا موجود يخسن ذراح ماني ما يخسن ذراح ذراح الحمد لله نش الحق وذي نقيس ولا ذي نش حاجث هذا سينيخ مريتش يخذي المغرب يري خدمك الحاجث هذا وات خدمك بالنسبة الحياة الدنيا أي حنجان مش تجان غاك الحياة الدينية يحنجانش هذا شيء بكل صراحة باللي كل شيء غاسنيش الحرية التامة دي النطاق الخطوط العارضة غاخذة دي نشين هار حرير هار حرام ولكن جار حرير هار حرام التصن المناث واتشيم كلها غاذا سينيخ المثال أدخشي غاذا سينيخ ماذا زوتشد نيخ ماذا زوتشد نيخ هذا زمض نيخ هذا زمض غاسي جن المسؤولية والحمد لله بكل صراحة تواريخ نش ثاوينو نهرم أني غاسن واتشيت زاتشان مارة ولكن مهتمين س المسائل الدينية بدون ما خاسن ضغط هذا سنيخ شانش حاجته ذكر ذي بأن معاك العلاقة تصبح عندك العائلينش رذا ورذي المغرب ورا العلاقة إنش دروس الجالية كذلك مليح جا بالنسبة للعلاقة ثالث اتصالاتها دروس الجالية من خيس ذي بدر من ديت أطان الطاس الطاس وهو التفريقة والتفريقة إني غش من غاه نشين وأهبوش إنش حاجة مبدئيا ثبت طيخ اللغة ديشتن الدين ديجن ثموات ديشتن المصلحة ديشتن المصلحة ديشتن ولكن مع الأسف مركا غنغزا انت نوكي غنمون أم يجديغ وزما غنجمع ذاك ويا ويا كل الجن يسغيو وحدس كل الجن يتاوي يزدابين تا أذيوض إيش نش حاجث كتاز قلنغني ولكن سنخ باللي على حسب تجربة يا 36 عام وزمان أوض إيش حاجث مروان مون لأن اتحاد قوة وغزاغ على حسب تجربة يا ثانية ثانقاروت باللي التفريقة يا قوية ويا غزا من إذا خذ السيوض تجاخذ العرضة من الصحافة تجاخذ العرضة من الرأي العام تجاخذ غاق المشاكل داخلية والشغلة خاق قانقة واتشي قانتا منيوها قد تيذت واقعي يخص أن أعترف باللي الشغلة خاق قان تيذت وخا عن يندس ولكن السبب نشين لأن ما يمي غنهارة وان مون وخسان غزا الأول من تتاخ نشين يخسان غزا غير عيوب النخ ما رذي نخشان شعيب أثناء عذر خمي غنعذر عيوب النخ خني عذي غنفغا بارا ولكن نشين مرة غنيني العيوب النخ خسن الدار وش ذا غدي توي عبي باللي نشين مليحين جذو النغني ويحرين قشغرة عماس أثناء أشكو شخيج المثال مارا مارا تيري توقع شان بعض المسائل تني ذا خيج معنا وتيري فاح ذي قرفو 2000 ذي شان تسعى قرفين الحديث اني دا يوقعن تحنجات اني ياسمينة ذي الحومة يان يوتريغت وميغ تغينغ والنيغ وميغ تختطف المظاهرة النيغ ذوينات النيغ الحقيقة إجن القضية يمثى توارد باللي نحتاج يا ويا العائلة كل شيء يسين زي مكورة مشان حسن باللي غاني غي جنش حاش توقع لأن جمع آخر بعض المسائل ولكن مع الأسف المسائل اللي ذاخي جمعان واكي سنت انتشي غير غاث وقع إجن حاش تمقران مريكي سنت انتشار بدا يريقا مليح خاخ ونشت منيخ تمنيخ الزاثي يغمثخ هذا عزمخش النهار الجريدة وشادة فخذيس المسائل إيجابية خ الشباب مغربي المسائل إيجابية خ الجالية تغابشت المسائل إيجابية باللي غانينيغ
نشين نيوض إجل المستوى أحسن زي من شخخ كان، لأن مركا غنقارن الجالية نخ أقل الجالية تعكش نخ الجالية تسورينا مش انت فرخان شين يكتشند العرضة المسائل كلها ونش تمنيخ إن شاء الله الزاتي غاي مثل بنادم تيري الجالية نخ أتيري تقدم ذي مواثة ذي تعيش يجن الحاجة تيري إيجابية وتيري غرض النظرة نينا كذن زدغ، لأن قرار شئر خانشين ذي المستقبل قد تتم واثنغ، لأن ثاول نخذا غاعيشن يمكن أيو نخذا غاعيشن. إذن على ذكر ذاوينش ويونينش ذي غاعيشن، من العلاقة غاسن غاوينش أقل المواثن الأصر أقل المغرب؟ العلاقة تم قرانت، العلاقة تم قرانت التسطس نش على حسب العمل ينوض الأنشطة ينو التجربة ينو غطسي كثيرة يوذن وبالخصوص يوذن دي عايشن دي ثمواثة مركز غزاخ نش غال جلية ثوزاش دي إزدغن سيورة كيسن الطاس وغالي كيسن العلاقة ذي الأربعة ذي الأنشطة إيش تورد سيورة خاق ويناث فنتاين شيتشان شيتشاد باشان أمستردام وشيتشاد وزير الداخلية وهولندا العائلة نس 245 سنة زوكا ميتوساغا هولندا مرات سقسي تنهارا بعد 245 سنة هذا سيني دمانت العلاقة غاكا قوذاين التافذ أخمي عماس وادي ميسيس قوذاين غا أمستردام عاد قد تتعيش دي الوسنس إذن شقاخ مراغاني نثاول نخ غرين ثاون نخ كانس المسائل إتسان إيجابية عماسة التون قانتني ذي ولنديين ولكن عماسة التون الأصل سن من الجدوسين يشتولى في عرجخ ذي جيج الفيلم قانس إج المسلسل قانس كونتا كينتي يجو بارشان في السنتيد ومشهد كسين اسم غان زي إفريقيا يسنتيد دقارف و 700 غيدي يساغ أميريكان يسند الوالدين الناس قيم ديني سعدو خاصنا شي 300 سنه ومي غيغا وني التاريخ ويغرى مليح يدور غا الفا يغزا من جدي كانتا من بعد يالف يج الكتاب من جدي كانتا يدور على الاصل قالش قاس وني تتون الاصل الا وني وايغرين وني وغاتيب والمبادئ اذا ما نسمري تاول نخ غرين تاول نخ ويظن يجي المستوى الفهم عما ستون الاصل ما مالا نقيم القاسن المغرب 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 وشان جيت واغرين وغاسن ولا ديج المبدا قاو تون قاين ديال المغرب تون المغرب تاك عادي نديج نعم بالنسبه للوفاه الحاج مالا توفي رقم غاد قدار تخيس دات تنظر داني غادي المغرب الحقيقه نشتمني غاد ندرخ بعد الوفاه تري واحد كيما كيخفينو الاول بعد التعاون اذا يحكم من اذا يغندر ولكن ام تواريخ نش مرام موثق دو ثاوينو غادي ينظرن ديال المغرب ان شاء الله بالنسبة للمسائل المستقبل يحنجانينش من تمنيد غاسني يريدي المستقبل من تمني خنش من يتمنى كل أب نخم كل أم تمنى ثاوينو سديرين حسن الزايس وثاون ساتيرين أتكون أني خفنسن وذيري لأجيج المعيشة مرتاح اللول من تمنيخ تمني غاسن تمنيخ يجي المعيشة بعد اللول واتفغن غاو بريد يتجند عفن أولا بعد من تمنيخ واتفغن غاو بريد يتجند عفن واتفغن دي شفا واتفغن غاو بريد وايتشين دي المصلحة لنسن رينو رل المجتمع أولاندي ولكن المستوى ما مش غاكون اني خفنسن راه تغرير راه ذي الخمسن سن ثني وازمار اخاس نتفرضد لان ذر وقت يغي يفرضني خفنسن ولكن اولا من تمنيخ نش تمنيخ المسائل ثينا غاد اتيريغ واتفغن ابريد وتمنيغ غاسن اذيرين اذعيشن جيجن المعيشة نعرح حصر خدمة واتشا راح غيمي هذه خدم ولكن مرتاح البال هذه عقوة هذه كورنت العائلة الناس هذه كون كورشي
أذيريغ أذي استمر خل معيشة ذي الجنهارة أذي كول الحياة النس السيخ في النس وذي عيش ما مشيخ سنتا وشي ما مش خاص خاص فرض يوذن بار. شكرا. تم قران تتسطس نش على حسب العمل ينوض الأنشطة ينو التجربة ينو غتسيك السيور خين يوذن وبالخصوص يوذن دي عايشن دي ثمواث مركز غزاخ نش غال جلية ثوزاش دي إزدغن السيور خاكس نتس وغالي كسن العلاقة ذي الأربعة ذي الأنشطة إيش تورد سيور خاك ويناث فنتاين شيتشاد باشان أمستردام وشيتشاد وزير الداخلية وهولندا العائلة نس 245 سنة زقامي تساغا هولندا مرات سقسي تنهارة بعد 245 سنة هذا سيني دمانت العلاقة غاكا قوذين التافذ أخمي عماس وادي ميسيس قوذين غا أمستردام عاد قلت يتعيش دي الوسنس إذن شقاخ مرغاني نثاول نخ غرين ثاول نخ كانس المسائل إتسان إيجابية عماسة التون قانيتن ذي ولنديين ولكن عماسة التون الأصل سن من الجدوسين يشتورا في عرجخ ذي جيج الفيلم قانس جيج المسلسل قانس كونتا كينتي يجو بارشان في السنتيد ومشهد كسين اسم غان زي افريقيا يسنتيد دقار فو 700 غيد يساغ اميريكا يسند الوالدين الناس قيم ديني تعذو خاصن شا 300 سنة ومي غيغا وني التاريخ ويغرى مليح يدور غا الفا يغزا من ازدي كانتا من بعد يألف يجي الكتاب من ازدي كانتا يدور الاصل قالش قاس وني تتون الاصل إلا وني واغرين وني واغاتشيب والمبادئ إذن مرا سمري تعاون لخ غرين تعاون لخ ويفضل يجي المستوى للفهم عما صدتون الأصل ما مرا نقيم القارسن المغرب 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 وشان جيت واغرين واغاسن ولا ذي المبدأ قاو تون قاين دين المغرب تون المغرب تاك عادي نديج نعم بالنسبة إلى وفاة الحاج مرا توفي رخم غاد قدار أتخيش ذات تنظر الداني غدي المغرب الحقيقة نشتمني خاد ندرخ بعد الوفاة تريوا حكم كيخفينو الدول بعد ذلك تعاونوا ذي حكمن ماني ذي غندر ولكن أم تواريخ نش مرم موثق تعاونوا غذا ينظرن دي المغرب إن شاء الله بالنسبة للمسائل المستقبل يحنجانينش من تمنيد أغاسني يريدي المستقبل من تمنى خنش من يتمنى كل أب نخم كل أم تمنى ثاول نسا ديرين حسن الزايس وثاول نسا ديرين أذكون أني خفنسن وديرين أجيج المعيشة مرتاح اللول من تمنى تمنى غاسن تمنى خيج المعيشة بعد اللول واتفغن غاو بريد يتجند عفن أولا بعد من تمنى واتفغن غاو بريد يتجند عفن واتفغن دي شفا واتفغن غاو بريد وايتشين دي المصلحة لانسن رينو رال المجتمع هولندي ولكن المستوى ما مش غاكون ان يخفنسن رذي ثغرير رذي ذير خمسنسن ثني وازمار اخاسن تفرضت لان ذر وقت يغي يفرضن يخفنسن ولكن اولا من تمنيخ نش تمنيخ المسائل التي نغذ اتيريغ واتفغن ابريد وتمني غاسنا ديرين أدعيشن جيجن المعيشة على راح سر خدمة واتشا راح وغيمة هذه خدم ولكن مرتاح البال هذه يعقوا هذه كور أنت العائلة الناس هذه كون كورشي هذه يريغ هذه استمر خل معيشة دين جنهارة هذه كون الحياة الناس السيخ في الناس وهذه عيش ما مشيخ سنتا واتشي ما مش خاص خاص فرض يوذن مبارك شكراً